يا ده عسابي زي البطل سوينا يطلع شبكة المطير سامي تطلعها بره ثابت البطل يعني اسم كبير جدا ورمز الحقيقه مش من رموز جماهير النادي الاهلي لكن الحقيقه من رموز الكره المصريه. حقيقه يمكن مشوار طويل جدا من العطاء لما تبص المشوار ثابت البطل الله يرحمه تجد الحقيقه قيم مش عايز اقول افتقدناها لكن الحقيقه يمكن ما كانتش موجوده وما كانتش واضحه قوي في زمن ما كانش فيه الاحتراف هو اللغه السايده. حاله من حالات الاخلاص، حاله من حالات انتماء، حالة من حالات التفاني الشديد جدا في أداء دوره. بالمناسبة دور ثابت أكبر بكتير جدا من مجرد حارس مرمى، دوره ومشواره وعطائه وحياته كلها كانت في النادي الأهلي. وبمناسبة ذكرى ال 17 لرحيل ثابت البطل، النهاردة القناة قناة النادي الأهلي هتعرض الساعة 11 مساء إن شاء الله الحقيقة تكريما طبعا لاسم ثابت البطل سيرة البطل، فيلم هيعرض واتمنى ان حضراتكم تتابعوه وتستمتعوا بواحد من افضل واهم نجوم الكره المصريه لسنوات ولسنوات.